عايز اتكلم عن حاجه اسمها فيو. يعني ايه فيو؟ يعني الفيو ببساطه ان انا عندي جمله صغيره او كبيره بستخدمها بشكل مستمر، فالجمله دي انا عاوز احتفظ بيها، بس مش كل مره اكتب الجمله الطويله دي، اكتب بشكل مختصر. فهو عامل ايه؟ ادي الجمله بتاعتي مثلا سيلكتد ديبارتمنت نيم والتيتشر نيم والسالري اللي مربوط جاي من الديبارتمنت وجاي من التيتشر والجوين وكل حاجه تمام. اللي انا عايز اعمله ان انا الجمله دي بعد كده عايز اتكلم معاها كانها تيبل. خلاص يعني اقول سيلكت اسس فروم بس بعد وخلاص. انا عايز اعمل جوين بتاعه على الكلام ده، عايز الدنيا تبقى ابسط من كده، عايز الجوين تبقى بالنسبه لي ابسط ايه؟ ابسط من كده. فاقوم جاي عامل كلمه اسمها كرييت وبعدها كلمه فيو. كرييت فيو ودي له اسم والفيو جاست فيو، ما هواش كونتينر بيشيل الداتا. الكونتينر اللي بيشيل الداتا هو مين؟ هو التيبل. خلاص كان الفيو هو مجرد بس مشهد معين انت عايز تحافظ عليه مش اكتر من كده. فانا قلت كرييت فيو مثلا سميته التيتشر ديبس، سميته كده تيتشر ديبس از، وقلت هو عباره عن وقمت ضارب اي جمله اس كيو اللي بعدين جمله سيلكت طبعا. خلاص فالتكوين بتاع الجمله دي هيبقى كانه تيبل، يعني كاننا بقى عندنا تيبل اسمه في الدي نيم وفي النيم وفي السلام. خدت بالك من كده؟ لو انت عايز تحسن الجدول ده شويه احسنه لك شويه، بس هو جاي لك ايه؟ هقول التيتشر اي دي والنيم والديبت ورك والدي نيم وقت السله دي هنا. بقت الجمله عامله ازاي؟ بقت بتقول هات لي رقم التيتشر واسم التيتشر والمرتب بتاعه والقسم اللي شغال فيه واسم القسم اللي شغال فيه. فالجمله دي بتتكرر عليا كتير، فانا عملت ايه بس؟ قلت له انا عايز اكريتها كفيو اسمه تيتشر ديبت. اسمه تيتشر ديبت. لو جيت نفذت الجمله دي يعني هدوس بس على جو هيرد عليا بيقول لي طبعا ما فيش ريتيرن الداتا هو امبتي ما بيرجعش حاجه، لكن في الاخر الكويري تمام. لكن في الاخر الكويري ايه؟ الكويري تمام اتنفذ. يعني ايه اللي حصل؟ ايه نتيجه الجمله دي؟ انك لو رحت في الداتابيز بتاعتنا هنا كان في تحت التيبلز شويه تيبلز، ظهر لنا حاجه جديده اسمها ايه؟ اسمها فيوز، في منها فيو اسمه تيتشر ديبس. لما بدوس عليه هتعامل معاه كانه تيبل، هتعامل معاه كانه ايه؟ يعني قال لي سيلكت استرسك فروم تيتشر ديبس، وهتلاقي فيه التيتشر اي دي كذا، النيم كذا، السالري كذا، الديبت ورك كذا، والدي نيم كذا، وخلاص وبس، ومباشره كده وبدون اي ايه؟ بدون اي عقل، ومش محتاج كل مره اجيب البيانات دي ان انا اروح اعمل الجوين ومش الجوين وبتاع. لا، اي وقت عايز اخش على اي حاجه هقوم عامل كروت وقايل له سيلكت اخر فروم التيشيرت ديبتس وخلاص. الجمله بقت سيمبل جدا ان انا اقدر اشتغل عليها. لو 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 الجوين بتاع النتيجه فاكرينه؟ كان ثلاثه تيبلز، ولما عملنا له جريدز بقوا خمسه وجوينز كتير وبتاع، وده تيبل معتاد يعني دايما ببقى عايز اشوف النتيجه بتاعت الناس. فده ممكن يتعمل له حاجه اسمها فيو اسمها ايه؟ الريزلت. ما هواش تيبل اسمه ريزلت، هو كل لما بتيجي تنادي تقول له سيلكت اس فروم الريزلت هو بيعمل ايه؟ هو بينفذ الكويري اللي كان تحت كلمه از، هو بينفذ الكويري اللي كان تحت كلمه ايه؟ كلمه از الاول وخلاص مش اكتر. هو ده اللي بيحصل في الايه؟ في الفيو. ايه؟ انا اللي عندي داتا.
على فكره اقدر احط له وير وجروباي وهافنج وكل وسورت وكل حاجه زي ما انت عايز. يعني لو انا جيت قلت له وير ان السالري مثلا تكون اكبر من ال 10,000 مثلا، هتلاقي ان الكويري بدا ينفذ معاك عادي، مفيش مشكله خالص، ما عندكش اي مشاكل. يعني جاب لي اهو، جاب لي الناس كلهم اربعه اللي جاب واوردر باي وكل شيء زي الفل. ايوه ايه المشكله؟ تعالى نعمل اوردر باي مثلا فاروق عوض مثلا. فلو جيت قلت له اوردر باي مين؟ فعوض المفروض يجي الاول صح؟ فطلع لي عوض ليه؟ لا مفيش مشكله. وهافنج وصم وكاونت كل اللي انت عايزه مش اي مشكله، هيتعامل معاك كانه جدول عادي. عايزين تتكلموا ان هو يتكاري السلكت الفيو ذات نفسها يبقى اوردر باي، واجي اعمل عليها اوردر باي بعد كده، ولا انت عايز بس ان هو يكريتها بالاوردر باي؟ تقصد ايه؟ طب وانا ممكن اقدر اعمل، طب ثواني عليا بس ثواني، وانا ممكن اقدر اعمل فيو على الفيو، واقدر اعمل كمان ريليشن ما بين الفيو ما بين التيبل، ما هي كانها تيبل، بس هي الفرق الاصلي بينهم انه ايه؟ ان الفيو ما فيهوش داتا، الفعل ما فيهوش داتا، ولما بتحذف في التيبل بيظهر معاك في الايه؟ في الفيو بيسمى عادي. ليه اغراض كتيره، في مميزات كتيره هكلمك عنها، هي نظري شويه بس انت محتاج تعرفها عشان هتفرق معاك في الشغل. فانا لو جيت عملت كرييت، استاذ استاذ كرييت فيو وسميته فيتشر ديبث 2 مثلا، وعملت الايه الكويري بتاعي، هنا بكريت فيو على الايه؟ على الفيو. في اوردر باي لما دوست على جو نفذه عادي جدا، ولا عنده مشكله في ده ولا عنده مشكله في ايه؟ في ده. طيب لو جيت انا اتفرجت على اللي هو تيتشر ديبت ستو ده، جابوا لي اوتوماتيك بالاوردر باي. طيب تعالى انا بقى، انتوا الغاوين تعيد انا ما اعرفش ليه، قلت له اوردر باي السنه تمام، وقلت له ايه؟ وقلت له جو، ايه اللي حصل؟ مفيش اي مشكله، رتب لي بالسنه خلاص. في اي حاجه ديت؟ طيب لو رجعت للجمله اللي كنا لسه عاملينها من شويه، اللي هي واحنا بنكريت الفيو ده، الفيو الثاني، كنت عايز اعدل فيه حاجه بس بسيطه، ان انا مش عايز كله، فاهمني؟ انا عايز بس النيم والديبت نيم وخلاص، ولا عايز احط وير ومش عايز الوير دي خالص وخلص. انا عايز اسم الشخص واسم القسم بتاعه وخلصنا، وليكن او اي تعديل ما. لو جيت انفذ الامر ده ايه اللي هيحصل؟ هيضرب مني طبيعي، هيقول لي يا باشا التيتشر ديبت 2 ده موجود صح ولا ايه؟ موجود. قلت له ايوه، قال لي هتعمل مثلا حاجه ثالثه، يا تخلي الكريت دي ايه؟ ما هو غير اسم دي، ما انت عملت حاجه جديده. انا عايز اشرح لك الالتر، يعني يا اما ايه تعمل الالتر معناه ان انت عايز تعدل على تكوين الايه الفيو ده، ايا كان بقى ده الاول ولا الثاني، شوف انت نيتك ايه. ماشي، لو قلت جو خلاص
لو رجعت بقى هنا اهو عشان اشوف الفيو بتاعي، ده هيبقى مكون من تو ايه؟ تو كولومز بس اللي احنا عملناهم الجداد. دي التر للايه؟ للفيو، وكذلك الدروب للايه؟ للفيو. دروب والفيو اسمه وخلصنا. اجربها لكم. زهقت من الفيو ده؟ مفيش مشكلة لما اجي اقول له دروب فيو اللي هو ده، فلما قلت له جو قال لي تمام يلا.